ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام نعم دكتور. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم، كيف حالكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله تمام والله. كيفكم انتم؟ رحومي معايا، خلاص اصعب من معايا اخليك. يا دكتور ياسين، ايوه، انت قاعد تسألني في السباق كده؟ قلت لك الشبكه كيف الليله؟ لا شبكة الله الليله كويس الحمد الشبكه لله. كويسه الحمد لله. الحمد لله. امبارح عذبتكم عذاب. امبارح حبت تدخلني كله ايوه امس كان مشكله في الشبكه زين، يعني السوداني كويس يعني، اليوم ما قطع معي. بدي الشباب شوية أي سؤال يا شباب بالليل عن الكويز. ألو، سامعني يا شباب؟ ايوه سامعين. أوكي تمام. في سؤال عن الكويز الليلة دايرين نناقشه قبل ما نبدأ. أنا شخصيا شايف الأسئلة منطقية ويعني مع سهلة، يعني ما فيها صعوبة. تمام جدا. بعض الأخطاء أخطاء تعجل وعدم تأني في قراءة الأسئلة، لكن ما فيها مشكلة بالنسبة لي. أوكي تمام جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا صراحة واجهتني مشكلة في الكيبيرز، صراحة حسيت ده ما كانت واضحة بالنسبة للكيبيرز. أزد فيها الفيدباك. حسيت فيها يعني complicated، ولا حسيت فيها مثلا ما اشتريت فروع؟ نوت يعني نوت كلير كده، يعني مش واضحة كده. دايما كان بنلقى مثلا كيوردز بتدلنا على الإجابة، هي بس بالذات لأنه الموضوع بتاع صح، الكوست ده كان مرتبط تحس الإجابة كلها بتتشابه، بالزمن. الإجابات دي بتتشابه. وفي حاجة مهمة جدا اللي هي الحته بتاعت اللي طبعا جديده عليكم، الحته بتاعت ممكن في حاجات كثيره تكون مرت عليكم في دراستكم، لكن الحته بتاعت الكونتراكتس دي لو ما زول درس قانون تقريبا ما في زول او زول اشتغل فيها ما يتخليه بيكون بيدخل ما بتكون مرت عليه، بالذات مثلا ناس الاي تي مثلا. انا شخصيا ما مرت علي قبل كده في البيزنس، ما مرت علي. وبرضه تخلي ناس الهندسة العقودات دي ما تخلي يمرض عليكم صح؟ لا ما مرت علي. ايوه ما مرت علينا والله. درسناها في بالضبط. مادة الاتشيفاك، التكييف والتبريد، لكن ما مذكرة، لكن درسناها في مادة التكييف. انا رايتهم شخصيا ما يعني جزء كثير من البروجكت مانجمنت بيمر علي يعني في البكالوريوس وفي الاندر جرادويت، يعني حاجات كده خفيفه زي يونت او ماده او كده، لكن الحته بتاعت العقودات دي انا ما لقيتني الا هنا بس في حتى لو درست في الجامعه ما لقيتني، بس لقيتني هنا في البي ام بي البريطانيين. البريطانيين عندهم شهاده اسمها برينس 2 برضه بتاعت اداره مشاريع. البي ام بي امريكيه والبرينس 2 بريطانيه. فحتى في البرينستو ما الحته بتاعت العقودات دي ما جايبينها كده بالتفصيل زي البي ام بي.
فهنا جايبينها واضحه، لكن ممكن الصعوبه بتاعتها لانها بالنسبه لينا يعني جديده، يعني قبل كده ما مرت علينا في اي حاجه، فعشان كده زول ممكن يكون دي الصعوبه بتاعتها. لكن في نفس الوقت انا حاسبها اني اشتريت فورورد واضحه، يعني انت عندك ثلاثه انواع من الدعم، النوع يعني ويتش تايب، ولما تكون مشتري بتستعمل ويتش تايب يعني. تمام؟ السلام عليكم. طيب خلونا بس. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أستاذة يا مختفية. العيد العيد عيدنا بكل ما العيد طبعا العيد انتهى يا جماعة، العيد العيد ثلاثة أيام العيد انتهت ليها ليها ثلاثة أيام. الله يعين غالكم، كيف الأخبار؟ إن شاء الله تمام، كيفك أنت كويس؟ والله تمام الحمد لله، تمام الحمد لله، الله يديك العافية. الحمد لله الحمد لله، كيفكم يا شباب؟ إن شاء الله بخير. خلاص فكوا لكم اللي نايم. الحمد لله. طلعت ومشيت كلنا الحظر. ايوه بقينا ناس هنا محرين شويه، ابو يوم الاحد طبعا احسن لغايه الساعه 8 الناس رجعت شغالة وكذا الحمد لله غايته. عقبال عقبال مكه ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ربنا يرفع عنا هالبلاء غايته مكه. آمين بس الحمد لله ان شاء الله. طيب يا شباب سريع كده بس نعمل لكم نعمل لكم ريفريشنج. ده المابينج ده يا جماعه ده مهم جدا جدا، وبكرر كل مره انه التيبل ده يا ريت لو قدرتوا تطبعوه والواحد يكون يعني شايله معاه طوالي، لانه بيغنيك من حاجات كثيره جدا يعني. فهو ده كل البروجكت مانجمنت. تمام؟ فنحن الحمد لله رب العالمين انتهينا من الانتجريشن. طيب قلنا الانتجريشن الحاجه المهمه عن الانتجريشن ده الشغل بتاع البروجكت مانجر. تمام؟ والشغل بتاع البروجكت مانجر عشان يدير بيه المشروع بتاعه. تمام؟ يعني ما فيه يعني هنا لحد الان ده كله عباره عن بوليسي، عباره عن بروسيجر بيستخدمها البروجكت مانجر عشان يدير بيه المشروع بتاعه. في بعض المراجع بيقول لك ده القلوب بتاع المشروع، يعني دي الحاجات المدير المشروع بي 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 بيعمل الانتجريشن مانجمنت دي عشان يعمل بيها اللي هو يصمغ بها اول استقبال المشروع بتاعه. تمام؟ بعد ذاك جينا انتقلنا للحاجه الثانيه اللي هي الاسكوب. الاسكوب انه البروجكت بتاعي ده حيعمل شنو؟ تمام؟ البروجكت بتاعي ده المفروض داير يبني بيت خمسه طوابق، المفروض الاسكوب بتاعتي تكون بيت خمسه طوابق، ما تكون مدرسه، ما يكون يعني حاجه ثانيه. تمام؟ فده الاسكوب. وبرضه بحدد لك انه الحاجات المفروض في يعني ما تدخل في البروجكت، يعني لو جاك واحد من الستيك هولدر قال لك يا اخي والله انا عايز تدخل لي الحاجه دي، قول له سوري، يعني دي الحاجات طوال البروجكت مانجر. اي سكوب جديده بعد ما خلاص البروجكت ده بدا يشتغل، انت خطيت بلان السكوب بتاعك، اي سكوب جاتك من زول ثاني لا، انت ممكن كبروجكت مانجر يعني لو كان في مثلا سكوب كبيره قسمت على اثنين حصل تشينج ريكوست، اوكي ذات از فاين. لكن يجيك ستيك هولدرز من برا يقول لك والله يا اخي انا دارك تدخل لي السكوب دي، او عايزك مثلا نحن اتفقنا انه العماره تكون خمسه طوابق وفي كل طابق يكون شقتين، يجيك لي يقول لك والله يا اخي انا عايزك تعمل لي مخزن برا، يقول له والله سوري ده ما شغلي، نحن خلاص اتفقنا على الحاجات دي ومضينا الشارتر بتاعنا ومشينا. تمام؟ طيب انا حددت السكوب بتاعي. طيب السكوب بتاعي ده انا لازم البروجكت ده انا اتفقت من البدايه انه والله يا اخي هو يونيك وهو تمبرري، معناها عنده نهايه وعنده بدايه. عشان عنده نهايه وعنده بدايه انت لازم تحدد الاسكيدل بتاعه، لازم تحدد الخطه الزمنيه. في حاجه مهمه جدا جدا يا جماعه، احنا في الشارتر بنخط خطه زمنيه صغيره، لكن الخطه الزمنيه اللي بنخطها في الشارتر يا جماعه انه بس انه بتين ننتهي من البلاننج. تمام؟ يعني مثلا في الشارتر يقول والله يا اخي البلاننج بتاعنا ده المفروض عشان المشروع نعمل البلاننج بتاعه، المفروض البلاننج يكون في اسبوعين، المفروض ننتهي في اربع اسابيع كده يعني. تمام؟ لكن هنا السكيدل مانجمنت دي هي اللي هي بتاعت المشروع كله. تمام؟ انت هناك ما بس خطيت رفلي كده، والله المشروع ده ممكن يعمل ياخذ مننا سنتين، مشاريع زي دي ممكن تاخذ مننا سنتين. تمام؟ ده في الاسامشن بتاعك اللي هي دي خطيتها في البدايه مع الشارتر بتاعك.
وبرضه خطيت لك مده زمنيه انك انت تعمل فيها الوقت اللي بتعمل فيه البلاننج بتاعك، تمام؟ انتهيت من الخطه الزمنيه بتاعتك الكوست، تمام؟ الثلاثه حاجات دي يا جماعه، السكوب والسكيدول والكوست، دي احنا مسمين البيس لاينز، تمام؟ دي اللي هي انت بعدين بتجي بتحدد عليهم البرفورمانس بتاع المشروع بتاعك، انه والله يا اخي المشروع بتاعي ده ظابط مع الحاجات دي ولا ما ظابط، تمام؟ لو في اي فيرينس بعدك انت تمشي للتشينج ريكوست، لو في فيرينس انت بتقدر تعديلها قبل بطريقه انه ما تاثر على البيس لاين، اوكي ما في مشكله، لكن اي تاثير على واحده من البيس لاين دي لازم يمشي على التشينج ريكوست، تمام؟ طيب انا البروجكت بتاعي ده داير يكون يعني عنده كواليتي، الجوده بتاعته نحن ملتزمين بالجوده بتاعته عشان بعدين ننافس به، وبعدين عشان الكاستمر يكون مبسوط مننا، فحنعمل حاجه اسمها الكواليتي مانجمنت. في الكواليتي مانجمنت من الخطه بتاعتنا بتاعت الكواليتي، من خطه الميتريكس اللي بنجي بنجز به الكواليتي بتاعتنا، بنجي نعمل لها مانج لما خلاص البروجكت ده يبدا ينفذ في الديليفرابلز، بنجي نعمل له مانج. بعد ذاك بنيجي نعمل كنترول للكواليتي، كنترول للكواليتي اللي هي بنشوف انه والله الكواليتي دي خلاص الحاجه دي مثلا تمام within the quality 100%، خلاص بعد انت بتديها لل اسمه للكاستمر. في حاجتين يا جماعه مع بعض اللي هي الكنترول سوري الكنترول سكوب والكنترول كواليتي قريبات من بعض، تمام؟ لكن هنا ميلي الكواليتي وهنا ميلي السكوب، لكن في النهايه هم حاجه تقريبا الفرق بيناتهم بسيطه جدا جدا. انت بتشوف السكوب بتاعتك دي بتعمل لها كنترول، شنو بتعمل لها كنترول بالكواليتي، تمام؟ انك بتجي انت والله يعني الكواليتي باسط الكواليتي 100%، طيب الحاجه الثانيه عشان انا اشوف السكوب بتاعتي دي هي فعلا الحاجه اللي انا ما ممكن انت تنفذ حاجه هي تكون الجوده بتاعتها 100%، لكن دي ما 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 مع ما الحاجه اللي اتفقتوا معاها مع الكاستمر، تمام؟ فممكن يرجع عليك الكاستمر، عشان كده انت لازم الكنترول سكوب الكنترول كواليتي الكنترول كواليتي ديل بيكونوا مع بعض، تمام؟ طيب انتهيت من عملت البلان للكواليتي بتاعتي وكده، بجي بشوف الريسورسز انه والله يا اخي انا محتاج لشنو للبروجكت ده. الريسورسز دي هنا يا جماعه بنتكلم عن الهيومن ريسورسز وبنتكلم عن الماتيريالز، تمام؟ انتهيت من الحاجه دي، مهمه جدا الكوميونيكيشن، تمام؟ فانا عايز انه اعمل لي خطه في المشروع بتاعي ده عشان انه انا اتخاطب مع الستيك هولدرز واتخاطب مع التيم واتخاطب مع البي ام او بتاعي ومع السبونسر كيف، تمام؟ فباخد حاجه اسمها البلان كوميونيكيشن مانجمنت، بعمل مانج للكوميونيكيشن وبعمل له مونيتور، تمام؟ هل هي الخطه اللي انا وضحتها دي ماشيه تمام؟ الستيك هولدرز كلهم مبسوطين ما في مشكله؟ حرجي بعد شويه الليله في الدرس بتاع الليله ده نشوف انه الكونفليكت بتاع الستيك هولدرز لما الكوميونيكيشن ما يكون مظبوط، تمام؟ طيب انتهينا من الحاجه دي يا جماعه، بنيجي للريسك مانجمنت. في الريسك مانجمنت اول حاجه مخطط الخطه بتاعتنا انه كيف نحن ندير بيها البروسيس بتاعتنا دي، بعد ذاك بنيجي نحدد الريسك بتاعت المشروع بتاعتنا، تمام؟ لانه دي يعني اخطر حاجه في المشروع، يعني ممكن خطر صغير جدا جدا انت ما انتبهت له او اتجاهلته ممكن ينسف لك المشروع، تمام؟ وعاين حواليك شوف المشاريع اللي ما تنفذت او المشاريع اللي مش ما تنفذت، المشاريع اللي بدات تتنفذ ووقفت دي كمان اسوأ لانه دي بيكون اتصرف فيها قروش، تمام؟ فبس عاين كده حواليك بتلقى لك في كم مشروع ما يعني فيهم مشكله كبيره جدا جدا، فبقول لك 42% من المشاريع هي اللي بتنجح بس، دي يعني حسب الاستاتستيك بتاع البي ام اي 42% فقط من المشاريع هي اللي بتنجح ليه؟ لانه مدير المشروع مطبق الفريم ويرك ده، تمام؟ انتهيت من الريسك. طيب انت لما تنتهي من الريسك يا جماعه، لانه في الريسك ده بتظهر لك حاجات، مثلا لقيت والله لما جيت عملت بلان للريسك بتاعك وكده لقيت والله عندك مشكله في واحده من الاكتيفيتي السكيدل بتاعها ما ظابط، بترجع ثاني تعدل السكيدل على حسب لقيت انه والله يا اخي في حاجه في الكواليتي انت ما ضفتها، المفروض تضيفها عشان ما يجيك ريسك من الحته دي، بيقوم بترجع عليها، بترجع للكوست. فعشان كده هنا دي لما نحن وقفنا وقلنا نعمل الامتحان، لانه الحته دي يا جماعه من الريسك انت بتصهر لك حاجات بتمشي على ضوء بتعدل في الخطه بتاعتك ورا، تمام؟
فعشان كده يا جماعه البروجكت مانجمنت ما حاجه ما 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 ريتن ان ستون، يعني ما حاجه انا انت مفروض البروسيس دي كلها تراجعها تمام، تكون طوالي في حته بتاعت اتريشن، تراجع الكوست، الكوست حصل لك منه ناتج راجع للكواليتي تمام. فما معناه نحن والله يا اخي المفروض نمشي فيه كده، لا نمشي فيه كده دي بس عشان نحن نفهمها وعشان ندرسها، لكن البروجكت بتاعك ما كده اصلا. وحنيجي نشوف ان شاء الله لما نبدا في البراكتيكال انه ممكن من البدايه انه انا هنا خلاص بديت اعمل البلان بتاعتي، انا محتاج اشتري حاجات عشان اعمل بها البلان ذاته، عايز اشتري كمبيوتر، عايز اشتري اقلام، عايز اشتري ورق. طيب انا عندي هنا رقم البريكيورمنت عندي رقم 11 او رقم 12، انا حانتظر؟ لا ما في زول قال لك انتظر، يعني نحن كل الحاجه دي الجدول ده بس عملناه كده عشان انت تفهم وضزت مين بروفيشنال بروجكت مانجمنت تمام. طيب انتهينا من الحاجات دي خلاص كله تمام، ضبطنا الريسك الحاجات كلها تمام، بعدين نبدا نشتري، نعمل البلان بتاعتنا بتاعت المشتريات كويس، نبدا نشتري بعد ذاك نعمل كنترول للبريكيورمنت بتاعتنا تمام. اخر حاجه ان شاء الله الليله حنتناولها حاجه ظريفه جدا جدا، وفي حاجات كثيره اوريدي احنا ناقشناها، فعشان كده كل الاربعه بروسيس دي حنناقشها في محاضره واحده ان شاء الله. حنجي نشوف الستيك هولدرز مانجمنت. يا جماعه الستيك هولدرز فيري امبورتنت للمشروع. الستيك هولدرز اي زول عنده علاقه بالمشروع بياثر على قرارات المشروع، سواء كان هو شخص سواء كان اورجنايزيشن تمام، بياثر على المشروع او بتاثر من المشروع، ده نحن طوالي بنسميه ستيك هولدر تمام. فنحن ان شاء الله الليله المحاضره بتاعتنا ان شاء الله حتكون عن الستيك هولدر تمام. يا شباب في اي سؤال قبل ما نبدا؟ الصوت تمام؟ تمام لا لا تمام اوكي. طيب نبدا ان شاء الله الليله دي المحاضره بتاعتنا اللي هي رقم 27 ليس 26، ودي المحاضره الاخيره ان شاء الله في الكورس ده. طيب نشوف انه الاجنده بتاعتنا، اول حاجه خلونا نشوف البروجكت ستيك هولدر مانجمنت تكلم عنها بصوره عامه، بعد ذلك نشوف البروسيس بتاعتها فيها اربع بروسيس، بعد ذلك نشوف الاول واحده اللي هي ايدنتيفاي ستيك هولدر بروسيس. حنجي نشوف الستيك هولدر ريجستر لان احنا تكلمنا عنه كثير، الستيك هولدر ده حليله حنجي نشوفه هو شنو. بعد ذاك حنجي نتكلم عن البروسيس الثانيه اللي هي بلان ستيك هولدر انجيجمنت بروسيس، وبعد ذاك نشوف هاو تو مانج الستيك هولدر، وفاينلي هاو تو مونيتور الستيك هولدر. طيب اول حاجه دي البروسيسز بتاعت الستيك هولدر مانجمنت، وزي ما قلت لكم هي اربعه بروسيس. اول واحده هنا في الانيشيتنج تمام، اللي هي ايدنتيفاي ستيك هولدرز. انت لما تبدا المشروع بتاعك بتبدا في خطوتين، بتبدا اللي هو التشارتر بروجكت ديفلوب ذا تشارتر وايدنتيفاي ستيك هولدرز، دي اللي هي في الانيشيتنج البروجكت بتاعك تمام. قبل ما تمشي للبلاننج انت لازم تحدد الستيك هولدرز، منو في الستيك هولدرز في المشروع بتاعك ده، منو بيتاثر بالمشروع، منو بيأثر المشروع، منو الكي ستيك هولدرز، منو عنده انفلونس، منو عنده باور تمام. فهذه مهمه جدا جدا. طيب في البلاننج انت بتعمل بلان للستيك هولدر انجيجمنت، في الحته بتاعت الاكسكيوتنج بتعمل مانج للستيك هولدرز انجيجمنت انه هم الستيك هولدرز اللي معاك تمام، ما في مشكله ما في اي حاجه. فاينالي في الحته بتاعت المونيتورنج اند كنترولنج بتعمل مونيتور للستيك هولدرز تمام. فنحن هنشوفهم بالتفصيل ان شاء الله. طيب نشوف اول بروسيس بتاعت الايدنتيفاي ستيك هولدرز. اول حاجه دي نحن زي ما قلت لكم الستيك هولدرز ديل بيكونوا طوالي، في ستيك هولدرز جايين في ستيك هولدرز ماشيين تمام، بالذات في المشاريع الكبيره. يعني تخيل انك انت المشروع بتاعك ده لما جيت تبداه مشروع بتاع بنيان تمام، عندك ستيك هولدرز مهمين جدا جدا، ناس الكهرباء كويس، وناس المويه عشان تشوف والاراضي، ديل ثلاثه ستيك هولدرز مهمين جدا جدا، لانه اي مشكله مع الثلاثه ديل او اي واحد منهم
انت البروجكت بتاعك ده ما هيمشي لقدام. يعني انت تخيل انك انت دار تبني قطعة ارض كويس، مشيت عشان تطلع الاوراق وكده، قال لك والله الارض دي محجوزه، موضوع الطرش خلاص تمام. جاء عايز خلاص، انت طلعت الورق من الاراضي وامورك كلها 100% كويس، دار توصل الكهرباء، قال لك والله ناس الكهرباء دي احنا لا، انت المفروض تجيب زي الحركات اللي بيعملوها في السودان، انت المفروض تجيب اميه، المفروض تجيب كيبل كده، المفروض كده، المفروض تدفع كده، المفروض كلام زي ده تمام. فانت من البدايه لازم تحدد الستيك هولدر ديل، وتحدد تشوف ان هم منه تمام. طيب الحاجه الثانيه اللي هي شنو في البروسيس بتاعت الاندفاع ستيك هولدر دي يا جماعه، اللي هي انت بتحلل وتوثق اي معلومه عندها علاقه بالستيك هولدرز. اهتمامات شنو الستيك هولدر؟ اهتماماته للمشروع طبعا، مش اهتماماته هو الشخصيه، انا ما عندي بها علاقه، لكن اهتماماته للمشروع شنو هو عايز من المشروع ده شنو تمام. مشاركته في المشروع، هل هو حيشارك بطريقه مباشره ولا غير مباشره تمام. طيب الانفلونس بتاعه، التاثير بتاعه، البوتنشال امباكت، يعني هل ممكن هو ممكن يطلع ياثر لي يوم من الايام على المشروع ده كويس. والحاجات دي كلها انا بعملها شنو؟ بعمل لها تحليل لنجاح المشروع بتاعي تمام. دي برضه فائدتها شنو يا جماعه؟ البروسيس دي اللي هي بتساعد الفريق، فريق العمل انه يركز بصوره مناسبه على الستيك هولدرز، على الناس المؤثرين على المشروع ده تمام. طيب نجي نشوف الانبوت والتولز والتكنيكس والاوتبوت بتاعتها. الانبوت بتاعتها انت محتاج البروجكت شارتر، مهم جدا جدا تمام، عشان تجي تكون عارف انه المشروع ده عن شنو، والناس اللي انت محتاجهم لشنو. البيزنس دوكيمنت، محتاج البيزنس كيس، البنفيت مانجمنت بلان، البروجكت دوكيمنتس دي كلها محتاجها، محتاج الاجريمنت لو في اي اجريمنت انت عملته معاهم او عايز تعمله معاهم، انت محتاج للتمبلت بتاعته او محتاج للاجريمنت بتاعته تمام. طيب التولز والتكنيكس، اول حاجه انت محتاج لاكسبيرت جادجمنت. انت هنا الحته دي محتاج لداتا جادرين تمام، بتجد قاعد الناس دي بترسل لهم كوتشينير، بترسل لهم سيرفي، بتعمل برين ستورمنج عشان تشوف، احنا ما قلنا البروسيس دي تقدر تشوف الاهتمامات بتاعته، تقدر تشوف تاثيره شنو تمام. انتهيت من اللي اخذت منه يو جادرت الداتا، انت طوالي المفروض تحلل الداتا تمام. فعندنا حاجه اسمها ستيك هولدرز اناليسيس، بتحللهم تمام. بعد شويه حنجي نجيب عن الحته دي انه نحن بنحللهم كيف، يعني الموديل اللي بنحلل عليه المشاركه بتاعت الستيك هولدرز تمام. بعدين بتعمل حاجه اسمها دوكيمنت اناليسيس تمام. بعد ما حللت الداتا بتاعتك دي، الداتا بتاعتك دي انت المفروض تعمل لها ريبريزنتيشن تمام. بترجع عليهم، بتوريهم انه والله يا اخي دي ان احنا الداتا اللي شلناها منكم حللناها ووصلنا لكده، بتوريها للبي ام او بتاعك، بتوريها للسبونسر، للتيم بتاعك تمام. محتاج لي ميتينجز، ميتينجز مع الستيك هولدرز، ميتينج مع التيم بتاعك، مع الاكسبيرت جادجمنت تمام. طيب انا الحاجه اللي عايز اصلها هنا شنو؟ انا عايز اصل لحاجه مهمه جدا جدا اللي هي الستيك هولدر ريجستر تمام. يعني المعلومات دي كلها انا دخلتها هنا، عايز اصل للستيك هولدر ريجستر، بيكون فيه المعلومات بتاعت الستيك هولدر، اسمه سواء كان شخص او اورجنايزيشن، ارقام التليفونات بتاعته، هتتواصل معاه كيف، التاثير بتاعه على المشروع كيف، هياثر على المشروع 200 لانه في ستيك هولدر تاثيره من البدايه، وبعد ذاك المشروع لما يبدا يشتغل وكده ما بتحتاج لهم. في ستيك هولدرز انت محتاج لهم بس في الفتره بتاعت البلاننج، بعد البلاننج انت ما محتاج لهم تمام. طيب برضك انت هنا ممكن تعمل تشينج ريكويست تمام. التشينج ريكويست اللي انت محتاج ليها هنا اللي هي انك انت مثلا لو حصل اي تغيير مثلا لاي ستيك هولدر، حسيت انه والله يا اخي الستيك هولدر ده مثلا جهه حكوميه، جو بعد ما خلاص انت انا قام قال لك والله يا اخي نحن لا، في قرار طلع انه حنغير في حاجه معينه، حنغير فيها تمام. فانت لازم يو هاف تو اوبي الحاجات بتاعت الجفرمنت، فانت لازم تعمل تشينج ريكويست تمام. طيب بتعمل ابديت للاسامشن لوج تمام، وللايشو لوج، وللريسك ريجستر تمام يا شباب. طيب نجي نشوف الستيك هولدر اناليسيز موديل. اول حاجه يا جماعه عندنا حاجه اسمها الباور انترست جريد، يعني
تشوف القوة بتاعته وهو يعني الانترست بتاعه في المشروع شنو. تمام؟ هل هو والله مثلا شخصية يعني هو بالنسبة لي ده مؤثر جدا على المشروع، عنده قوة ممكن يوقف المشروع. تمام؟ لكن هو ما 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 فارق معه المشروع كثير. تمام؟ فما ما 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 فارق معه، ممكن ما عنده علاقة بالمشروع. تمام؟ فأنت لازم تحدد الحتة دي. ديل بالذات الناس اللي عندهم باور وما عندهم انترست للمشروع ديل كويس، انت ديل بعد شوي احنا هنشوف انك بتتعامل معهم كيف. عندنا حاجة بتشوف الباور والانفلونس بتاعه، عنده قوي وعنده تأثير، يعني لو مثلا اتخذ قرار ممكن المشروع ده يجيب. تمام؟ ممكن هو يكون باور وأي حاجة لكن ما عنده تأثير على المشروع. تمام؟ فنحن برضو مفروض نجي نعمل لنا في موديل كده معين هنجي نخطه. يعني عندنا في نوع نشوف الانفلونس على الامباكت بتاعه، يعني هو مؤثر جدا وفي نفس الوقت يعني عنده تأثير قوي جدا، وفي نفس الوقت تأثيره ده ممكن يكون مباشرة على المشروع. تمام؟ الحالة الرابعة اللي هو السيليانس موديل. تمام؟ طيب السيليانس موديل ده شنو؟ كده قبل ما نتكلم عن السيليانس موديل خلونا نشوف نحن الناس دي ممكن يعني نخطهم في 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 جدول كيف. طيب انا مثلا اول حاجه بجي باخد، معلش بس دي خلينا بس عشان الناس تشوفها كويس. طيب ده يا جماعه اكزامبل، انا دار اشوف الانترست على الباور بتاعته. تمام؟ هاخد الباور هنا في الـ في الـ في الـ المحور الصادي، ده المحور الصادي يا جماعه، والانترست في سيني. طيب انا مثلا عندي الاحرف دي يا جماعه، دي اسامي بتاعت الستيك هولدرز. مثلا ده ستيك هولدر A، ده B، ده C، D، E، F، G، H. تمام؟ طيب خلونا نشوف دي ده يا جماعه الانترست بتاعه في المشروع ما شديد. تمام؟ في نفس الوقت الباور بتاعته ما عالي، فده انت بس بتراقبه، بس ما يعني ما حتركز معه كثير لكن بس تراقبه. تمام؟ طيب خلونا نشوف اي او جي. اي الانترست بتاعه عالي جدا للمشروع. تمام؟ يعني المشروع ده هو يعني جزء منه وشايف انه المشروع ده والله يعني حاجه مهمه بالنسبه له، لكن ما عنده باور، يعني اول باور بتاعته بسيطه. فده بس شنو انت بتكيب هيم انفورم. تمام؟ يعني اي انفورميشن بتحاول انك انت توصلها له. طيب نجي نشوف ايه ده يا جماعه، الباور بتاعته عاليه جدا عاليه، في نفس الوقت الانترست بتاعه ما عالي. ده انت دائما تكون يعني عشان لانه ده ممكن يقلب عليك في اي لحظه، فده دائما تخليك شنو كيب هيم ساتيسفايد، يعني دائما تخليه يعني بتعمل طبعا مونيتور هيم وكيب هيم انفورم، وفي نفس الوقت بتخليه انه ساتيسفايد. تمام؟ تخليه مبسوط يعني عشان لانه ممكن لانه ده الباور بتاعته عاليه جدا وهو ما عنده انترست في المشروع، لكن في نفس الوقت ممكن يوقف لك المشروع. طيب هنا ديل هم ديل المشكله، بي و اتش و اف هم ديل. اول حاجه باور، الباور بتاعته عاليه جدا جدا، في نفس الوقت هم المشروع ده بالنسبه لهم حياه وموت، فيري انترست في المشروع بتاعك ده. تمام؟ فديل شنو؟ ديل انت ماني ديم كلوزلي، ديل في اي اجتماع لازم يكونوا معاك، كيب ديم انفورم، كيب ديم ساتيسفايد، يعني ديل تديهم الفول اتنشن. تمام؟ طيب يا جماعه ده اكزامبل، ممكن نحن الحاجات اللي اتكلمنا عنها قبل شويه دي كلها نجي نخطها في موديل زي ده. تمام؟ نجي نشوف الباور على الانترست برضه نعملها دي عملناها قبل شويه. ممكن نعمل الباور والانفلونس. تمام؟ ونعمل واحد ثالث اللي هو الانفلونس امباكت، ونعمل رابع واحد السيلينس موديل. تمام؟ السيلينس موديل ديل هم يا جماعه ديل دائما بيكونوا ديل، بس انا اقول لكم من سيدي ديل طوالي هنا، ديل هنا من يديم كلوزلي السيلينس موديل ديل. تمام؟ فدي الاكزامبل ده يا جماعه، اول حاجه ديل هم دي علاقه الناس بالمشروع، علاقه الستيك هولدرز بالمشروع. تمام؟
او ديل هم سوري ديل الكاركتريستيك بتاعتهم بتاعت الستيك هولدر. تمام، انت هنا بتجي بعد ما حللتهم بتجي بتخطهم في الدياجرام ده. تمام، وبعد ذاك انت عشان تكون طوالي كيب ذم في الكوميونيكيشن بتاعك. تمام يا شباب، في سؤال لحد الان؟ عامر اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور معلش بس انا عندي اشكاليه بتاعت شنو، عاوزك يعني مثلا للستيك هولدر ديل تمام يا ريت لو تربط لنا مثال، وفي نفس الوقت توريني مثلا الستوك هولدر مثلا يعني اذا قلنا نحن كونستراكشن تمام الامثله ليه منه والله ده فلان وده فلان وفلان، مثلا ده بتاع الكهرباء زي ما انت حسي قلت وكده كده، اديني مثلا امثله للنازل عشان انا اقدر احيط الموضوع ده اخده في دماغي ده عشان بناء عليه اقدر احسب لهم حاجات. جدا يا حبيبنا يا اخي، نحن غالي والطلب رخيص. الله يعطيك العافيه يا ريس. عندك اول حاجه عندك الجيران المشروع، انت عايز تبني تمام، عندك جيرانك ديل والله يا اخي بيتاثروا بالمشروع، بيتاثروا انه والله لما تيجي تحفر مثلا التراب حيوصف لهم بيتهم، اولادهم ممكن يجي يوقعوا في الحفر بتاعتك اللي انت بتعمل فيها دي. ديل اول حاجه ما عندهم انترست في المشروع بتاعك، يا ريت ذاته لو ما عملته بتكون ريحتهم تمام، وما عندهم سلطه يوقفوا المشروع، يا هو حييجوا بس يعني يكونوا لك دائما يحتجوا كده يعني. ديل هنا في الحته دي ديل انت بس بتراغبهم تمام، لكن طبعا. تخيل انه مثلا جيرانك طوالي ناس شرطه، مركز بتاع شرطه انت بتبني جنبهم تمام، ديل هم ما عندهم انترست في المشروع بتاعك، لكن المصيبه انه الناس عكاليت ممكن يمشوا شفت يجوا يقفلوا لك المشروع، ممكن يدقوا لك العمال بتاعك وكده. ديل انت لازم كيب ذم ساتسفايد، يعني ديل لازم تكسر لهم تلج، تجيب لهم فول، تجي كل مره تجيهم يا جماعه اموركم تمام، محتاجين لي حاجه كده تمام. فده مثال للستيك هولدرز كده تمام. ممكن في نفس الوقت الستيك هولدرز يكون هو مشاركك في المشروع تمام، مشاركك في المشروع، لكن معلش خلينا نعمل ميوت ولا ايه، مشاركك في المشروع من ناحيه شنو، انه والله يا اخي المشروع ده هو حيستفيد منه، هو ما مشاركك يعني ما شريك لا، لكن الشراكه بتاعته بتجي انه والله هو حيستفيد من المشروع ده. مثلا المشروع ده بتاع بنيان وانت عايز تبني كويس في نفس الحي ده، انت حتبني حتعمل دكاكين مثلا تمام. طيب الناس بتاع في واحد بتاع دكان والله يا اخي عايز الله بس معلش المايك انا قاعد اكلم بس. طيب انت عندك انت بتبني في محل كويس، او بتبني في محلات دكاكين، في نفس الوقت في دكاكين جنبك، الدكاكين ديل طبعا بيكونوا متاثرين جدا باللي انت الدكاكين اللي حتيجي تبنيها دي تمام. فديل هم شنو؟ ديل الانترست بتاعهم عالي جدا في المشروع بتاعك، في نفس الوقت الباور بتاعتهم يعني ما عاليه، لكن ممكن يعملوا شنو؟ ممكن ديل يمشي يبلغوا في اي حاجه غلط حصلت. نحن لما نقول الانترست في المشروع ممكن الانترست يكون نيجاتيف، يعني ما يكون يعني انترست في المشروع انه المشروع ده ما يقوم، يعني باعتبار انه بس هم فوكس معاك في المشروع بتاعك ده تمام. فهم ديل هنا ديل بيخطوا هنا مانج ديم كلوزلي. طيب نجي نشوف الحته بتاعت ناس الاراضي. ناس الاراضي طبعا الباور بتاعتهم هاي جدا جدا، لكن ما عندهم ما باثروا على المشروع بتاعك ده لو الاوراق كلها طلعت سليمه، يعني مشيت طلعت الاوراق دي وكلها تمام وكده، بعد ده خلاص انت ما فارقين معك. فديل هنا تقدر تحطهم في الحته دي. عندك مثلا برضه ناس الكهرباء زي ما انا قلتها، ناس الكهرباء هم الباور بتاعتهم هاي، لكن ما عندهم علاقه بالمشروع بتاعك ده، يعني المشروع بتاعك ده لو قام ولا ما قام هم ما بيتاثروا. فديل بيكونوا برضه هنا في الحته بتاعت ايه؟ الحته بتاعت هنا بي واتش واف ديل اي زول يعني عنده علاقه مثلا ناس الحكومه، انت بتعمل حاجه للحكومه بتبني المبنى ده للحكومه تمام، الحكومه دي ممكن توقف لك المشروع بتاعك. فديل هم الانترست بتاعهم هاي جدا انه المشروع ده ينجح، في نفس الوقت الباور بتاعتهم هاي، فديل لازم تمانج ديم كلوزلي. فأتمنى كده تكون الصورة وضحت يا عامر.
على كده 100 100 يا ريس، حلو جدا الامثله كانت حلوه شديد. يديك العافيه. تسلم يا طيب ريس. انت دايما الحاجه دي يعني زي ما انا قلت، زي ما قلت انك انت ديل هنا بتجي بتخطهم على حسب بتعمل لهم الجريد ده او بتعمل لهم المخطط ده، وبتجي بترص الاسامي بتاعتهم او اي واحد تديه رمز وكده بتخط الحاجه دي. فالحاجه دي بتوريك انه منو اللي هتبدا عايز تتعامل معاه، ومنو اللي هتعمل له كيب ذيم ساتيسفايد، منو المونيتور هيم، منو الكيب ذيم انفورم، منو المانج هيم كلوزلي. طيب نجي يا جماعه عندنا حاجه اسمها الانفلونس دايركشن. تمام، الانفلونس دايركشن دي في اللي هي ابورد. ابورد دي دايما اللي هي الناس اللي بيكونوا يعني الدايركشن بتاعهم بيكون لفوق دايما، ديل منو؟ ديل اللي هو البروجكت اورجنايزيشن سينيور مانجمنت. لو انت معاك في الـ في الـ في الـ في المشروع بتاعك ده ستيك هولدرز، والستيك هولدرز ديل طبعا يا جماعه احنا قلنا اي زول عنده علاقه مباشره او غير مباشره بالمشروع، تمام، بيتاثر بالمشروع او بياثر في قرارات المشروع. عندك مثلا الابورد، الناس الفوق، الفوق لك اللي هم البروجكت اورجنايزيشن سينيور مانجمنت، تمام، دي احنا بنسميهم الابورد. عندنا الداون وورد اللي هو الناس اللي تحتك اللي هم ديل التيم بتاعك يعني، تمام، وبرضه فيهم الاكسبير جادجمنت اللي انت بتمشي بتجيبهم وكده، طبعا ديل انت ما مانج ديم، فديل ديل بيكونوا دايما تحتك يعني. عندك اوت وورد، اوت سايد ذا بروجكت تيم، يعني مثلا في ستيك هولدرز برا برا ما عندهم يعني ما مشاركين معاك في التيم بتاعك، ولا هم سينيور في الاورجنايزيشن بتاعتك، تمام، سينيور مانجر في الاورجنايزيشن بتاعتك، لكن هم برا المشروع، فنحن ديل بنسميهم اوتور ستيك هولدرز. عندنا سايد وورد، ديل الميدل مانجرز اللي بيكونوا في الشركه بتاعتك. الشركه بتاعتك بتنفذ في مشروع، في نفس الوقت في ناس زيك يعني نفس نفس الليفل بتاعك يعني زي في درجه واحده ليك انت، تمام، لكن في الشركه بتاعتك دي برضه. ده اللي احنا بنسميهم السايد وورد، تمام. فهي دي الاربع اتجاهات بتاعت الستيك هولدرز، في ناس فوق ليك اللي هو ده السينيور مانجمنت، في الناس اللي بيكونوا تحتك اللي هم ديل الناس التيم بتاعك والناس العمال واللي بتديرهم انت، تمام، في الاوت وورد ديل برا النايب بتاعك، يعني ديل ممكن شنو الاوت وورد ديل، انت ممكن لو حصلت اي مشكله معاهم انت ما ممكن ما تقدر تحلها او بتكون خارج الصلاحيات بتاعتك، فدي بيمشوا لها بتوديها لمنو؟ بتوديها للسبونسر او بتوديها للبي ام او بتاعك عشان يحل المشكله بتاعهم، تمام. عندك السايد وورد انه ده الناس اللي معاك في نفس الليفل، يعني مثلا انه والله يا اخي في تو بروجكتس في الشركه بتاعتك، تمام يا عامر. طيب التو بروجكتس ديل ده البروجكت الثاني عنده مدير، وانت هنا بتدير المشروع بتاعك، فده احنا بنسميه سايد وورد، يعني بالجنبه معاك بالجنبه يعني، تمام. فممكن المشروع بتاعه ياثر على المشروع بتاعك، وممكن انت المشروع بتاعه ياثر على المشروع بتاعك. يعني مثال اديكم مثال، انت المشروع بتاعك ده الشركه طلبت منك انت تعمل مشروع بتاع بنيان، تمام. المشروع بتاع البنيان ده دارين يحلوا به مشكله، يعني الشركه دي خلاص بقت كبيره ضخمه جدا جدا، عايزين مكاتب جديده، تمام. فدي انت المشروع بتاعك ده هيحل مشكله، في نفس الوقت ناس الحسابات عايزين المشروع بتاعك ده ما يكلف الشركه كثير، تمام. طيب انت حترضخ لمنه؟ هل انه بتخلي والله المشروع بتاعك ده يطلع كواليتي والمكاتب دي تتبني زي ما يعني بنقود كواليتي الموضوع يكون 100 و100، وانا ناس الحسابات دي ما فارقين معي، طالما انه اصلا البدايه بتاعت المشروع ده عاملينه تعالج المشكله بتاعت المكاتب، فانا بالتالي ناس المحاسبه ما عندي معاهم علاقه، ناس الحسابات دي المشروع ده التكلفه بتاعته تزيد تقل، انا والله ما عندي معاهم علاقه، ما حارضيهم، تمام. فديل ممكن من الستيك هولدرز الممكن يعملوا لك مشاكل لما يكون عندك انت مثلا شغال في شركه، والشركه دي تنفذ مشروع، تمام، في ناس ممكن يتاثروا بالمشروع ده في الشركه بتاعتك ذاتها، فديل ممكن يكونوا لك الانفلونس بتاعهم يكون قوي جدا جدا، وفي نفس الوقت يكون عندهم باور، فديل لازم يو هاف تو مانج ذيم كلوزلي، تمام يا شباب. طيب نمشي.
طيب نحن خلاص ايدنتيفاي الستيك هولدرز بتاعنا، عرفنا الانفلونس بتاعه، عرفنا الامباكت، عرفنا التاثير على المشروع كده. بعد ده هنبدا نيجي نعمل بلان انه كيف انه نحن ندير التعامل بتاعهم في المشروع. تمام. طيب نحن هنا عايزين شنو في البروسيس دي يا جماعه؟ بنعمل ديفلوبينج اللي هي بنعمل ديفلوبينج ابروشز، يعني وضع طرق مشاركه للستيك هولدر. تمام. على حسب رغباتهم، على حسب الشيء اللي هم متوقعينه من المشروع، على حسب الانترست بتاعهم في المشروع. تمام. فنحن على ضوء بنضع الخطه بتاعتنا بتاعت انه هاو تو بلان الستيك هولدر انجيجمنت. طيب الفائده بتاعت البلان ستيك هولدر انجيجمنت بروسيس للمشروع بتاعك اللي هي بتوفر خطه قابله للتطبيق. خلاص انت بتعمل خطه انه والله الخطه بتاعتي دي التيم بتاعي بيجي يمشي عليها، الامور كلها بتكون فاين مع الستيك هولدرز، ما حيكون عندي اي مشاكل مع الستيك هولدرز. تمام. طيب حاجه مهمه جدا جدا يا جماعه، زي ما قلت لكم انه الستيك هولدرز ديل ممكن يكونوا طوال، في ستيك هولدرز داخلين، في ستيك هولدرز مارجين، في ستيك هولدرز معاك من البدايه المشروع لحد النهايه. فالبلان ستيك هولدرز انت بتحتاج لها لكل في اون جوينج يعني للمشروع. تمام. فانت بتحتاج this process is performed periodically يعني طوالي في المشروع، يعني يمكن انت كل ما بديت انتهيت من بيس، كل ما انتهيت مرحله من المشروع بتاعك هيجوك ستيك هولدرز جداد، فانت لازم تطبق عليهم الخطه بتاعتك اللي انت مستعملها. طيب دي الانبوت والاوتبوت والتولز والتكنيكس بتاعت المرحله دي. الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اطلع بيها، اقدر اطلع بحاجه اسمها ستيك هولدرز انجيجمنت بلان. بصليها كيف؟ التولز والتكنيكس بتاعتها اللي هي الاكسبيرت جادجمنت، الداتا جاذرنج، بعمل بنش ماركينج تمام للستيك هولدرز وللخطه بتاعتي ذاتها، الداتا اناليسيس، الاسامشن والكونسنتريت اناليسيس، بشوف انه والله يا اخي الاسامشن بتاعتي شنو؟ الحاجه المحتماليات بتاعتي شنو؟ بعد ذاك بشوف الروت كيس اناليسيس، لو في اي مشكله مثلا بتاعت الستيك هولدرز احنا بنعالجها كيف؟ والمشكله دي اصلا بتطلع من وين؟ تمام؟ بعد ذاك عندك ديسيشن ميكنج، انك انت بريورتايز الستيك هولدرز ده عندك زي ما احنا قلنا قبل شويه حسب التاثير بتاعهم، بعد ذاك بتحطهم في رانكينج، يعني ده الاولويه الاولى، ده الاولويه الثانيه وكده. تمام؟ بعد ذاك بتعمل داتا ريبريزنتيشن، بتعمل مثلا مايند ماب انه والله يا اخي ديل الستيك هولدرز المعسرين، ديل الليس تاثير يعني. ديل اللي عندهم قوه. تمام. بعد ذلك تشوف انك انت حتتعامل معاهم كيف وحتتواصل معاهم كيف. بعد ذلك عندك حاجه اسمها الستيك هولدرز انجيجمنت اسسمنت ماتريكس، دي حوريكم عنها اكزامبل بعد شويه، ومحتاج لميتنجز. تمام. طيب الستيك هولدرز ماتريكس يا جماعه، في حاجه اسمها ليدنج، بس معلش ايوه، عندك فيهم يعني في ستيك هولدرز ليدنج، يعني ليدنج ده المشاركين معاك في اي حاجه يعني. تمام. حتى هم بيحلوا معاك المشاكل بتاعت المشروع، دائما ماشيين معاك يعني. تمام. في واحدين سبورتيف، تمام، يعني هم ممكن يساعدوك وكل شيء، لكن ما ليدرز يعني، ما بيدوك الباور بتاعتهم، ما المرحله بتاعت الليدنج. الليدنج ده دائما ممكن يكون الحته بتاعت مثلا لما يكون عندك البي ام او يكون دايركتيف، ممكن الستيك هولدرز يكونوا هنا، ما لانه البي ام او ذات ستيك هولدرز، هم هنا ليدنج. البي ام او بتاعك لما يكون سبورتيف، هنا هم بيكونوا بس سبورتيف. عندك واحدين نيوترال يعني، ما يعني كده بس في النص يعني. عندك واحدين ديل شفتها عكالي جدا جدا، هو زي بتاعنا الحسابات قبل شويه، ديل ريزيستنت يعني اي حاجه انت بتقولها هم بنط لك في حقيقتك. تمام. فديل انت تكون يعني عامل حسابهم يعني. في واحدين ما فارق معهم المشروع ده ينجح ما ينجح، ديل زي مثلا يكونوا ناس شغالين في الشركه مثلا، يكونوا هم فانكشنال مانجرز لكن في حتات ثانيه يعني، ف
فما فارق معه لانه الموضوع ده المشروع ده نجح ولا ما نجح ما فارق معه. تمام. فانت الماتريكس دي برضو انت take it in consideration، دي برضو انت بتقدر تحدد بيها الستيك هولدرز بتاعنا او بتاعنا المشروع. تمام يا شباب. طيب انتهينا من البلان، بعدين نجي هاو تو مانج الستيك هولدرز. اول حاجه يا جماعه حاجه مهمه جدا، مانج الستيك هولدرز اللي هي بالكوميونيكيشن، communicating and working with the stakeholders to meet their needs, expectations and address the issue. مهمه جدا جدا انك انت في الحته بتاعت المانج انك how to communicate with them، كيف تشتغل معاهم عشان انك تصل لتطلعاتهم للمشروع. تمام. وانه لو في اي مشكله تعمل لها تحلوها سريع يعني. برضو البروسيس دي يا جماعه بتخليك انت as a project manager to increase support and minimize resistance from the stakeholders. زي ما قلنا قبل شويه يا جماعه في stakeholders متعبين جدا جدا يعني، طوال انت بس المشروع ده اصلا من البدايه ما راكب معاهم، ودي بتحصل يعني في شركات كثيره جدا يعني. ممكن انت بس في شخصك، ممكن بس على المشروع ده لانه ممكن يتضرروا منه، ممكن بس هم عقليتهم كده بس ناس بتاع معارضه. تمام. فانت ديل هنا لما تيجي تعمل انت هنا المفروض انت يعني تعمل لهم مانج بطريقه كويسه عشان تقدر تتفادى المشاكل بتاعتهم. تمام. طيب active management of stakeholders involvement decrease the risk of the project failure. زي ما قلت لكم يا جماعه في stakeholders ممكن يوقفوا لك المشروع، ممكن يعطلوا لك المشروع. تمام. فانت هنا لما يكون عندك طوال يعني انت active في الاداره بتاعت الستيك هولدرز، تمام، بتغنيك من مخاطر كثيره جدا في المشروع. طيب نجي نشوف التولز والتكنيكس بتاعتها. تمام. ما فيها حاجه جديده بالنسبه لنا، الحاجه بس اللي داير اتكلم عنها اللي هي الكوميونيكيشن سكيلز. هنا في التولز والتكنيكس الكوميونيكيشن سكيلز دي يا جماعه زي ما احنا اتكلمنا في الكوميونيكيشن في البروجكت كوميونيكيشن مانجمنت، اللي هي ممكن تكون محادثات رسميه وغير رسميه. تمام. ممكن يعني بس ايشو ايدنتيفيكيشن اند ديسكشن، يعني انتوا بس في مشكله كده يعني جيتوا حددتوا المشكله وجيتوا تناقشتوا فيها، ممكن ده يكون شكل من اشكال الكوميونيكيشن. ممكن يكون ميتينجز الاجتماعات. تمام. لانه الاجتماعات دي دائما بيكون فيها مينيتس، بتكتب المحضر بتاع الاجتماعات وكده يعني، بيكون فيها اجنده. تمام. برضو فيها من الكوميونيكيشن سكيلز اللي هي البروجريس ريبورتنج، اللي هي انت التقرير بتاع انه والله التقدم بتاع المشروع، المشروع ده بيصل وين وكده. كويس. دي انت مهمه جدا جدا انك انت توريها للستيك هولدرز، لكن الستيك هولدرز منو؟ الكيب انفورمد. اللي بين احنا لما عملنا الجريد وكده قلنا والله في واحدين مانج ديم كلوزلي وواحدين كيب ديم انفورمد، فدي انت لازم توريهم المشروع بيصل وين وبقيتوا على هنا. تمام. بعد ذاك اي سيرفيز انت عملته، اي كويتشنير. تمام. دي من الكوميونيكيشن سكيلز. برضه حاجه مهمه جدا جدا يا جماعه البوليتيكال اويرنس. انت مثلا بتتعامل مع حكومه، مثلا نقول في بريطانيا بتتعامل لسه الحكومه الحاليه حكومه محافظين. تمام. فانت دائما لما يكون عندك مشروع وسع رن في اليومين ديل وكده لازم انت تكون خدت في بالك، والله يا اخي المحافظين ديل ناس بتاعين بيزنس وقروش ما شغالين بالطبقه الكادحه يعني. ف يعني انت البوليتيكال اويرنس دي مهمه جدا جدا. عندك هسه في السودان مثلا عندك مشروع دار تعمله، مثلا المشروع مع حميتي ولا مع البرهان ولا مع منو، فبرضه دي مهمه جدا جدا عشان المشروع بتاعك ينجح يعني، لازم تكون البوليتيكال اويرنس دي عامل حسابك. تمام. في الجراوند روت دي يا جماعه هي اللي هو شنو؟ اللي هي دي الاكسبكتد بيهيفير. في اكسبكتد بيهيفير من التيم بتاعك، في اكسبكتد بيهيفير من الستيك هولدرز. دي انت بتحددها في البدايه يعني لما تيجي تعمل الشارتر وكده، انه والله يا اخي في يعني مثلا لو جوكم مثلا ناس الحكومه ديل وجو يتكلموا معاك وكده، انت مثلا الطريقه بتاعت انك تتعامل معاهم كيف، تتكلم معاهم كيف. فانت دي نحن مسميها الجراوند رولز. تمام. الاوتبوت تشينج ريكويست. التشينج ريكويست يا جماعه ممكن الستيك هولدرز دي يطلعوا بحاجه، فانت ممكن تطلب. اتفضل يا باشمهندس. تمام.
تاني كده يا دكتور، ال communication skills وال ground rules. الشبكة زي قطعت مني، معلش. الكوميونيكيشن سكيلز دي اي كوميونيكيشن انت تتعامل مع الستيك هولدرز، مثال ليه هو مثلا محادثات رسميه وغير رسميه، تمام؟ دي لازم تكون دوكيومنتد. مرات بتكونوا انتوا قعدتوا بس فيربالي كده كويس، في مشكله والمشكله دي مثلا اتطرقتوا ليها وحليتوها، تمام؟ برضه دي واحده من الكوميونيكيشن سكيلز، فدي لازم برضه تكون دوكيومنتد. الاجتماعات طبعا، الاجتماعات بطبيعتها بيكون فيها اجنده وبيكون فيها المحاضر بتاعت الاجتماعات المفروض تكون مكتوبه ومحفوظه. دي كلها والتقارير بتاعتين، والله المشروع ده وصل وين وكده، في شنو السيرفيز والكوتشينير، دي لازم يكون يصلوا لل يصلوا للستيك هولدرز، تمام؟ بالذات الستيك هولدرز احنا جينا حددناهم، دي مانج ديم كلوزلي ودي كيب ديم انفورم. اي اجتماع انت عملته حتى لو ما حضروا الاجتماع بتاعك لازم ترسل لهم انه والله دي الاجنده بتاعت الاجتماع ودي المينتس بتاعت الاجتماع، المحاضر بتاعت الاجتماع، تمام؟ الجراوند رولز دي اللي هي الاكسبكتد بيهيفير، يعني في 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 بيهيفير يعني مقبوله لو حصلت من اي ستيك هولدرز وكده، مقبوله يعني ما 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 بتضرر منها المشروع ولا بتعتبر انها ميس كوندكت، تعامل غير لائق يعني. فنحن بنسميها الجراوند روس بتاعتك لوين يعني، انه والله يا اخي الستيك هولدر ده ممكن حدوده شنو، تمام؟ شكرا يا دكتور، وضحت؟ الله يديك العافيه. طيب نحن الاوتبوت يا جماعه، قلنا اول حاجه في الـ في الـ عايزين من الـ من الحته دي، طبعا اي حته بتاعت ماني لازم يكون فيها change request. change request ممكن هم الستيك هولدرز ديل جو وفي واحده من الاجتماعات او واحده من النقاشات بتاعتنا طلعنا انه والله حسينا انه فعلا في مشكله يعني، والمشكله دي بتاثر على البيس لاينز بتاعتنا، والتاثير على البيس لاينز معناها دي عايزه change request، تمام؟ طوالي بنعمل ابديت للبروجكت مانجمنت بلان بتاعتنا، انه والله يا اخي لو حصل. طبعا يا جماعه الاوتبوت دي ما بالضروره انها كلها تحصل، ممكن ما تحصل، لكن دي الحاجات المتوقعه يعني، تمام؟ في المرحله دي يعني بتعمل ابديت للكوميونيكيشن بتاعك، للمانجمنت بتاعتك، للستيك هولدر انجيجمنت مانجمنت بلان اللي عملناه قبل، تمام؟ بعدك بتعمل ابديت طوالي للتشين لوج، للايشو لوج، للليسون لين ريجستر. انت كيف اتعاملت مع المره دي، كيف اتعاملت مع الستيك هولدرز، في المستقبل انت هتتعامل معاهم كيف، تمام؟ واكيد عندك الستيك هولدرز ريجستر، ده بالنسبه للمانج ستيك هولدر انجيجمنت. اخر حاجه يا جماعه عندنا المونيتور ستيك هولدرز. انت طيب انت الستيك هولدرز لازم تعمل لهم مونيتور، تراقب مراقبه يعني علاقتهم بالمشروع، تمام؟ و مونيتورينج بروجكت ستيك هولدر ريليشن شيبس اند تيلرينج استراتيجيز. انت محتاج تعمل تيلرينج حاجات معينه يعني في انهم في التدخل بتاعهم في المشروع، كويس؟ مرات بتعمل انت موديفيكيشن للخطط بتاعتك والاستراتيجيتك، تمام؟ ده لو حصل اي مثلا في ستيك هولدرز حصل منهم ادوك جو ادوك رايون وانت الراي بتاعهم ده خلاص اكسبتد، او في مثلا جوك ستيك هولدرز جداد، تمام؟ فانت دائما الحته بتاعت مونيتورنج ستيك هولدرز دي بتكون كيب ان مايند انك انت بتراقب ال يعني مشاركتهم في المشروع. طيب الفائده بتاعتها شنو يا جماعه؟ دي بتحافظ على الكفاءه وفعاليه الستيك هولدرز، تمام؟ لانك انت في ستيك هولدرز زي ما قلت لك، انت في ستيك هولدرز مهمين جدا جدا للمشروع بتاعك، انت دائما عايزهم يكونوا متفاعلين معاك، دايما عايزين يكونوا قريبين منك، تمام؟ فانت لما تيجي تعمل لهم مونيتور بطريقه بروفيشنال فانت بتستفيد منهم، تمام؟ والفائده في النهايه هي بتصب في المشروع بتاعك. التولز والتكنيكس بتاعتها، معلش كلنا نشوفها. سوري
التولز الانبوت التولز والتكنيكس والاوتبوت بتاعت المونيتورنج ستيك هولدر اللي هي ما فيها حاجه غريبه علينا، كل الحاجات احنا مرينا عليها قبل كده. بس في الانتربيرسونال الانتيم سكيلز هي في التولز والتكنيكس اللي هي الاكتيف ليسننج، يعني انت بتستمع ليهم لما مثلا في اجتماع او في اي حاجه بتكتب بتدون الملاحظات بتاعتهم، بترد عليهم، بتسالهم، تمام. دي احنا مسميها واحده من الانتربيرسونال سكيلز، بنسميها الاكتيف ليسننج. الكالتشرال اويرنس دي مهمه جدا جدا برضو، تكلمنا عنها كثير. ليدرشيب يعني انت في المونيتور السيك هولدر ده لازم يعني يكون تستعمل الانتربيرسونال سكيلز بتاعت الليدرشيب بتاعتك. النتوركينج تمام، انك يعني اللي هو تشبك معاهم علاقات، لانه ممكن العلاقات دي لقدام تفيدك في مشاريع ثانيه، بتفيدك عشان تخلص المشروع بتاعك ده سريع، تمام. الجماعات الاوتبوت بتاعتها يا جماعه الورك بيرفورمانس انفورميشن، معناها ان احنا هنا عندنا في الانبوت ورك بيرفورمانس داتا، تمام. الداتا بتاعت المونيتور المانجنج الستيك هولدرز هناك، بنجي مثلا والله الستيك هولدر اي نحن رسلنا له ايميل، الستيك هولدرز جي يحضر معنا الاجتماع، تمام. دي كلها داتا. طيب انت بتجي بتخطها في انفورميشن، تعملها بروسيس وتعملها في انفورميشن على اساس انك انت كيبت كيبت في الاركايف بتاع المشروع او بترسلها لهم، تمام. فنحن دي بنسميها الورك بيرفورمانس انفورميشن. تشينج ريكويست بخصوص الستيك هولدرز او تشينج ريكويست بخصوص المشروع ذاته، يعني بتعمل ابديت للمانجمنت بلان بتاعتك اللي هي الريسورس مانجمنت بلان، الكوميونيكيشن مانجمنت بلان، الستيك هولدرز انجيجمنت بلان، الدوكيومنتس اللي انت هتعمل لها ابديت اللي هي الايشو لوج، الليسون ليرند ريجستر، والريسك ريجستر، والستيك هولدر ريجستر، تمام يا جماعه. فده كله ما يتعلق بالستيك هولدرز، وده كله ما يتعلق بال 10 بروسيس بتاعت البروجكت مانجمنت، وده كله ما يتعلق بالفايف بروسيس بتاعت المشروع، الانيشيتنج، البلاننج، اكسكيوتنج، مونيتورنج اند كنترولنج، تمام يا شباب. وبذلك نكون ختمنا الليله اخر محاضره للكورس بتاعنا، وان شاء الله حنبدا البراكتيكال. قبل ما نناقش في البراكتيكال وكده، لو في زول عنده سؤال تفضل. هنا في ال يا دكتور في ال في ال في ال هنا في ال stake holder register. أيوة. بالضبط، يعني شنو ليش شنو؟ ال stake holder register ده اللي هو إنه أنت في ال في ال في ال في register بتاعك بتكون كاتب الاسم بتاع ال بيكون الاسم بتاع ال stake holders وال الصفة بتاعته وتأثيره على المشروع ورقم تلفوناته وطريقة التواصل بتاعته. أيوة. تمام. طيب فهنا تمام. انت في المونيتور ده انت جوك مثلا جوك ستيك هولدرز جداد، لانه قلنا نحن طوال الستيك هولدرز دي اون جوينج، يعني جوك ستيك هولدرز جداد، فلازم تعملي ابديت للريجستر بتاعهم. جاك مثلا ستيك هولدرز والله يغير العناوين بتاعته، تمام، برضه تعملي ابديت، يتغير تاثيره تاثيره على المشروع. يعني في البدايه بدايه المشروع كان التاثير بتاعه عالي جدا، لما المشروع ده بدا يعمل ديليفرابلز لحاجات معينه خلاص الشغل الدور بتاعه انتهى، تمام. بقى تاثيره هو ستيل ستيك هولدرز معانا في المشروع، لكن التاثير بتاعه بقى ما 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 عالي. فانت بتعملي ابديت للريجستر، بتعمل ابديت للريجستر. تمام تمام. يلا هنا يا دكتور برضو تشينج ريكويست، مثلا انا ستيك هولدر جيت مثلا في مشروع معين، يا جماعه انا ما دايره الحاجه دي، هل بيحق لي اني انا مثلا وخلاص المشروع على نهاياته، هل بيحق لي انا كستيك هولدر اغير وانا خلاص؟ ما انت لو ستيك هولدر، انت لو ستيك هولدر انت كنت كاستمر للمشروع. ايوه. انت لو مثلا احنا دايرين نجي الشركه دارت تعمل لك المطبخ، كويس، المثال بتاع المطبخ. انت في انت الكاستمر وفي نفس الوقت انت ستيك هولدر. ايوه تمام. ممكن تجي مثلا عم اللون ما عجب يا اخي، انا مثلا في حاجه ما عجبتك وفي رفوف كثيره انا دايره، بنعمل تشينج ريكويست. ما انت شنو؟ في رفوف كثيره ما دايره مثلا. اها بالضبط كده بالضبط كده. ايوه مثلا ما خلاص ده تشينج ريكويست ده، بعد ده شنو؟ نحن بنرجع للاجريمنتس معاك من البدايه.
هل انه ده السكوب اللي اتفقنا عليه، ولو ده السكوب اللي اتفقنا عليه خلاص ما 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 عندك حاجه. لكن لو فعلا انت مثلا في السكوب بتاعك حددت الحاجات دي ونحن جينا مثلا عملها لك غلط، ففي الحاله دي بيكون في ريكوست. تمام تمام شكرا لك، الله يديك العافيه. اي سؤال يا شباب؟ يا دكتور ايوه، السيلر والباير مش في الستيك هولدر ذاته، مش السيلر وممكن يس يس مش ايوه ايوه. اي زول، شوفي باختصار كده، اي زول اي زول مؤثر على المشروع او المشروع بيأثر عليه. بس يا دكتور ايوه معلش، انا اخر اجابه ما النت فصل عندي في اخر حاجه. السكوب ممكن اغير فيه ب تشينج كويست ولا ما بتغير اصلا السكوب؟ لا السكوب، السكوب ما بيتغير، السكوب ما بيتغير حتى لو ب السكوب ده بيتغير في حاله واحده، في حاله انه اصلا ده ما كان يعني ما كان الاتفاق، او ما كان السكوب ما طلع هو نفس الحاجه اللي انتم متفقين عليها. يعني مثلا أيوة. انت مديره بتاعت مشروع كويس، جو قاعد معاك الكاستمر ده وراك انه يا اخي انا عايز المشروع بالصوره الفلانيه، تمام، عايز انه والله الشقه دي اي شقه يكون فيها حمامين، تمام، ده السكوب بتاعه. انت لما جيتي عملتيهم عملتيها بحمام واحد، تمام، معناها دي مشكله وين؟ مشكله في السكوب، صح؟ ايوه. طيب معناها كده يعني لانه الكاستمر ما عايز الشقه فيها حمام واحد، عايز يكون فيها حمامين، فكده معناها شنو؟ اصلا من البدايه البلان بتاع السكوب كان غلط. ايوه. فنحن في الحاله دي بنغيره، لكن لو من البدايه السكوب ده نحن متفقين عليه تمام كويس مع الكاستمر، هو عايز حمام واحد تمام، لو جاء قال والله يا اخي لا انا ما عايز عايزكم تضيفوا لي حمام ثاني، نقول له والله سوري انت اتفاقك معنا حمام واحد. ايوه. فدي دي من الحاجات كويس انك سالت السؤال ده، دي من الحاجات اللي بتعمل دائما كونفيوجن في الامتحان. يعني لما يقول لك يا اخي واحد من الكاستمر جاء طلب انه والله يا اخي ال يعدلوا له في السكوب، لا نحن ما بنعدل في السكوب، لكن لو السكوب اصلا من البدايه ما عملناه له بالصوره اللي اتفقنا عليها، كده ممكن نحن نمشي نرجع السكوب لوضعه الطبيعي. ايوه تمام تمام اي سؤال يا شباب؟ الفيدباك اللي هنا دي، اي خطوه من الخطوات بتاعت التولز والتكنيك دي، لا يعني انا لاحظتها بيكون في فيدباك ليها، فهل برضو الفيدباك دي يعني بتكون للستيك هولدر؟ يعني انا بدي انطباعاتي مثلا انه المشروع عامل كيف او فيه شنو كده، ولا شنو الفيدباك كده، او هم لو هنا لو سالوك اي سؤال مثلا، يعني واحد من الستيك هولدر جاي سالك سؤال، او مثلا جيتوا عملتوا مثلا اتفقتوا على حاجه معينه، تمام، فانت لازم ترجع لهم بفيدباك. يعني انه والله خلاص اوكي، مثلا انا اخذت الموضوع بتاعكم ده انا حرفعه للبي ام او، فلازم انت تعملي فولو اب وترجع لهم بفيدباك، والله يا اخي الموضوع ده اللي حصل فيه كده 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 يعني. ايوه يا دكتور. ايوه. كيف ما بنعمل تشينج للسكوب؟ السكوب ما بتعملي لا، السكوب ما بتعملي لا. مره في الاسئله دايما بيقول لك انه يا والله يا اخي لو عايزين نعمل تشينج للسكوب مثلا ستيك هولدر دايرين يغيروا، مثلا انا دايره اغير مثلا يعني دايرة اغير في السكوب بتاعي، ما عادي بقوم بشوف تاثيرها على الكونسترين بتاع حقه المشروع سواء كان كوست ولا لا كده، ولا ما بتغيري ما بتغيري في ما بتغيري في السكوب ذاته. السكوب دي شنو؟ دقيقه انا بس خليني اوقع لك بطريقه ثانيه. مثلا انت جيتي اتفقتي مع الـ مع الـ مع الكاستمر ده انه والله يا اخي هو داير بيت 5 طوابق، تمام، ده السكوب، السكوب بتاعه بيت 5 طوابق، لكن ممكن التغيير يكون شنو؟ يكون حاجه جوه السكوب، يعني مثلا والله يا اخي نحن مثلا الالوان، تمام، لكن ما ممكن يكون تاثير يجي يقول لك والله يا اخي لا انا عايز 6 طوابق.
لانك انت كل يعني كل البلان بتاعتك وكل الشغل بتاعتك اني خلاص والريسورسز وعملت استيميشن على انه 5 طوابق، يجيك في اخر لحظه لما خلاص بديتوا تبنوا وبديتوا هناك يقول لك والله يا اخي حد لا انا دايره 6 طوابق. ايوه اي تغيير للسكوب 200 ممكن في الفتره اللي لسه بتاع انه ما بدا التنفيذ. ايوه في مرحله البلاننج وفي مرحله البلاننج ممكن يس اي بس. لكن في مرحله الاسكيوز لكن مرحله بتاعت الديليفر الديليفرابلز وخلاص المشروع بدا اكسكيوتنج وينفذ وكده بعد تاني التغيير الوحيد اللي هو بس انه والله نحن نرجع السكوب زي ما كانت، يعني حصل فيريانس شغالين حصل فيريانس بنرجع بنشوف لما جينا عملنا كنترول للسكوب لقينا والله يا اخي انه في فيريانس فنحن بنرجع السكوب لوضع الطبيعي او وضع اللي اتفقنا عليه. لا لا فهمت شكرا. أي سؤال يا شباب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور كيف أخبارك؟ السلام عليكم جماعة جميعا. وعليكم السلام. الموضوع الثاني بتاع الجروبس، يعني أنا ما أعرف حد بيقسم كيف، يعني واحد يختار الثاني ولا يتعامل اثنين، يعني أنا داير أفهم. طيب الكويس ده سؤال كويس جدا. بالنسبة للجروب، نحن الجروب يا جماعة عايزين الناس اللي عندها سيناريو، تمام؟ يعني ناس دكتور رهب الله انت الليله معانا والله انا واسع قاعد بسمع كل كلام. طيب دكتور رهب الله زي ما اتفقنا معاه امبارح هيقوم يكتب لنا البيزنس كيس بتاعه، يعني يكتب لنا انه والله يا اخي المشروع بتاعي ده هيكون كده كده. اي زول عنده انترست وشايف انه والله المشروع ده قريب منه يقوم يقول لنا. في عندنا اخونا صهيب برضه عنده بيزنس بلان، تمام، او عنده بيزنس كيس، فبرضه هيكتبها لنا في الجروب نشوف منو اللي عايز يشارك معه، تمام؟ انا مع الدكتور. في عامر تقريبا انت عندك برضه ولا انت مع صهيب؟ انا عندي برضه مشروع. انت عندك برضه مشروع، خلاص تمام كده احنا جينا حلوين جدا، يعني كده دي 3 مشاريع نقوم نقسم عليها نتقسم عليها يعني ان شاء الله. فايزول روى وصهيب ودكتور وهاب الله تكتبوا لنا البيزنس كيس بتاعتكم فقره، يعني بس باراجراف واحد يعني بالعربي ولا بالانجليزي، حطها لنا في الجروب بعدك نشوف منو العايز يشارك معاكم في التيم، او من البدايه لو حاسس والله واحد من الناس زي انه معاك بيكون في التيم بتاعكم انت تختاروا من البدايه. يعني صراحه انا حسب ما قالوا امبارح الدكتور وهاب الله فانا المشروع يا دكتور معناه في التيم بتاعك يا دكتور. تمام. لا اذا هو بيقبل يعني. لا يا اخي معقوله؟ اي واحد لو كلكم دارين تجوا على ده 100 100 معايا كده. لانه اساسا انا بيمشي مع تخصصي يعني فبيمشي معي كويس. هو ده ده تخيل لي كل واحد بيقدر يشوط فيه، يعني ما هو لحاجه معينه مثلا ولا لتخصص معين، اي زول ممكن يخش في البيزنس كيس بتاعنا ده افتكر كده. انا اتكلم عن الاستراكشر الداخلي بتاع البناء بتاعه. اي صح. في حاجه مهمه جدا انت طالما قريت البي ام بي ده بعدين تبتدي تبني المشروع. بالضبط كده ايوه. فعلا. يا دكتور مالتي كريتيريا ديسيجن اناليسيس. مالتي كريتيريا ايوه مالتي كريتيريا ديسيجن اناليسيس يعني اللي هي شنو والله يا اخي القرار اللي انت اتخذتيه ده على ضوء حاجات كثيره ما على ضوء حاجه واحده. اها تمام؟ اها ما هو ده كده مثال كده مثال انك انت مثلا والله يا اخي انا دار السعودي اختار انه منو يكون مع دكتور وهاب الله في المشروع بتاعه، والمشروع بتاعه عباره عن حاجه تعليميه. طيب انا حقوم اخذ مالتي كريتيريا، اول حاجه الحاجه الاولى واحد يكون عنده باك جراوند في الحاجه دي. نمرة 2 يكون عنده اي تي باك جراوند. نمرة 3 يكون قبل كده اشتغل في مشروع قريب من كده. رقم 4 يكون مثلا بيعرف يعمل ويب ديزاين. اها تمام. فانا على ضوء اقوم اختار الشخص ده دي مالتي كريتيريا ديسيشن، يعني انا اختار على كم حاجه يعني. تمام وضحت. طيب يا دكتور احنا الله يحبه يعني نشكرك، لكن كنا عايزين نرسل لك ورش ولا تورته
لا يا اخي بس ما بالعافيه يعني ما والله والله انا كان جاني شعور ارسل الكحك والله، يعني شعور كده بس والله احنا ممكن العظيم. نرسل لك حياتي في لندن يعني على عنوانك. الكلام ده كله ان شاء الله انا بعوض لكم افكاركم دي ايوه كلها، بس والله العظيم شوفوا خلوا اللوك والله داون ده ينتهي ان شاء الله وحنحتفل اونلاين بالموضوع ده فيس والله باكي. شفت، انا يعني والله انا جاني انا نفس شعور والدكتور بنحتفل الزول فيس نفسه تو فيس قاعد، يعني خلاص، نفس لكن الشعور. انتوا